انا هديكم سؤال حر يعني حر لماذا الاهلي حقق كل هذه الانجازات وهذه الانتصارات وهذه البطولات هذا الموسم لماذا ما هي وسائل النجاح العظيمه اللي ادت لفوز النادي الاهلي وانجازاته الكبيره هذا الموسم وسائل النجاح بدات ان مجلس اداره النادي الاهلي وثق في كل فتره من الفترات ما كانش سهل او ما كانش قرار سهل على اي مجلس اداره اخر في لحظات الفريق كان تعثر فيها وتحديدا بعد كاس العالم للانديه شفنا الفريق كيرفو بينزل مع كولر شفنا الفريق بيتعثر على مستوى افريقيا شفنا الفريق كان بيعاني في دور المجموعات في افريقيا شفنا الفريق كان بيعاني في الدوري شفنا الفريق بيخسر من سان داونز ورغم كده مجلس اداره النادي الاهلي وقف في ظهر كولر ودعم كولر لانه هو مقتنع بالمشروع اقتناع مجلس اداره الاهلي بالمشروع في وقت ما كان مفيش دلائل كتير تقول او تخليك تحس انك تثق في المشروع الاخر خلت كولر ينجح كولر قدم كل حاجه مع النادي الاهلي خلينا نقول كلاشيه كبير كده كولر عمل اللي جوارديولا فشل يعمله مع الساتي ان الراجل اه ان الراجل يجي اول سيزون يحقق كميه البطولات دي فده شيء كبير جدا مع الفارق <applause> مع الفارق لازم الجمله دي مع, دي دي. مع يعني يعني الفارق يعني, يعني, يعني مع فريق اي مدرب انا على فكره مش منطقي اي مدرب في اي دوله في العالم يعني انا بنقذك بس الاول عشان عارف انا انا مجرب انت بتقيس قياس سليم وصحيح ده على مستوى الكوره في اوروبا وده على مستوى الكوره في مصر بزيط. وفي افريقيا انا بحب اوضح انا عارف ان انت كلامك انا فاهمه والله بس اوضح عشان يقول لك ايه الحق ده قال لك مارس كولر احسن من بيب جوارديولا لا اللي طبعا. عمله كولر شيء طبعا. كبير طبعا. اي مدرب بيحتاج فتره من الوقت عشان يفهم الفريق اللي تحت ايديه والادوات اللي تحت ايه ويبدأ ياهلها ان هي تطبق الاستراتيجي بتاعته والتكتكس بتاعته كولر من اول سنه جه ادى تطوير على مستوى المنظومه وعلى مستوى الافراد عمل شكل هايل جدا لهجوم النادي الاهلي وخط دفاع النادي الاهلي أول مره من فتره كبيره بنروح لحد جوله 29 بنلاقي الاهلي استقبل سبع اهداف في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت في الدوري مع مع سواريش كان الاهلي مستقبل 21 سواريش وموسيماني اه سواريش وموسيماني وموسيماني كان الاهلي مستقبل 21 هدف فالتطوير اللي عمله كولر لا مش سهل ان الراجل يطور على يطور مستوى اللاعبين اداء اللاعبين اداء المنظومه ككل إنه هو يحقق خمس بطولات في 10 شهور انا ما اعتقدش في مدير فني هيجي في مصر بعد كده يقدر يعمل ده والله اعلم انا دي وجهه نظري طبعا لا لا الله ما غير, غير كده انا اقصد الله اعلم باللي جاي بس هو يعني هو عمل فعلا انجاز, إنجاز هيبقى صعب على اللي جاي ومفيش فيش حد عمله قبل كده طبعا يعني كولر عمل حاجه مفيش مدير فني اجنبي قدر يجي مصر يعملها قبل كده ان هو يجي يكسب افريقيا ويكسب الدوري يكسب اثنين سوبر يكسب كاس مصر يقدم الاداء الكبير ده في اول موسم صح ناقص بس رقم واحد ان قدر يعمله في القمه هيكون كسر كل الارقام اللي ممكن يعملها في موسم واحد ان هو يكسب الزمالك مرتين في موسم واحد في الدوري دي ما عملهاش غير حسام البدري في موسم 2016 2017 لكن ما فيش مدير فني اجنبي عملها خالص في اول موسم تدريبي لي مع النادي الاهلي انه يكسب الزمالك مرتين في موسم واحد في الدوري فلو قدر يكسب يوم الخميس هتكون ديت اخر رقم ممكن كولر يحققه مع النادي الاهلي صحيح